حبايبي كيفكم؟ بالفيديو الماضي اخذتكم معي لحتى اجيب مشترياتي للمدرسه، واليوم راح اعرض لكم اياهم وفرجيكم كل شيء جبته. بس قبل ما نبلش بالفيديو اكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم، واكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناه لو حابين انكم تشوفوا فيديوهاتي الجاي، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمعي راح تكون على الشاشه. وهلا خلونا نبلش. هلا اول شيء نبلش بشنطات المدرسه. صدفت هاي السنه انه انا عندي شنطتين، انا اوريدي كنت جايبه وحده اللي هي هاي، بس بعدين اخواتي لما اجوا جابوا لي هاي الشنطه اللي هي هلا كثير ترند منتشر اخر فتره، وكل الناس حرفيا جايبه من هاي الشنطه. فانه اي عندي شنطتين وهيك ممكن بدل فيهم خلال السنه. واساسا يعني احتمال اذا اخذت معي هاي على المدرسه بلش خربط، لانه متاكده انه كل المدرسه وكل طلاب صفي حيكون معهم نفس الشنطه. فانه اي بس نفس الوقت كثير مبسوطه على الشنطتين. فهدول هم شنطتي المدرسة. أول شيء عنا هاي الشنطة يلي هي عليها مثلثات ألوانهم أزرق، في منهم ألوانهم هيك مايل على فيروزي أو تركوازي ما بعرف شو اسمه صراحة، وفي منهم شوي على بنفسجي كثير حلوين، وشوي عليه مثل ماربل أو مرمر أو رخام ما بعرف شو اسمه، بس يعني انه الديزاين تبعها كثير حلو وكثير عجبني وحسيتها شوي مختلفة. بينما مثلا هاي الشنطة مثل ما حكيت لكم هلا الكل عم يجيبها، فانه هاي الشنطة كثير حبيتها. كمان فيها جيبة من قدام وفي عنا السحاب الكبير، وفي هدول التنتين اللي من على جنب المفروض انه ينحط فيهم انينة المي، بس بحس ما حدا بحط فيهم انينة المي لانهم اساسا ما بيوسعوا انينة مي. بس يعني والحلو والسبيشل بهاي الشنطة واللي هو الجيبة اللي من ورا. طبعا شو فايدة هاي الجيبة بهاي الحياة؟ الحلو بهاي الجيبة انه اتوقع يعني البني ادم الطبيعي او البني ادم اللي مثلي، الفايدة من هاي الجيبة بالنسبة له هو انه يهرب فيها سناكات، لانه انا لحتى امضي الوقت بالحصص باكل، مع انه ما المفروض انه اكل، فانه عادة الاساتذة بيلقطوني وبحط الاكل بالشنطة وبيحكوا لي طلعي الاكل من الشنطة واعطينا اياه. فهالمرة ممكن انه احط الاكل بالسحاب الوراني وما حيشوفوا شيء. سو انه هاي الشنطة حتنقذني كثير بالمواقف، لهيك حبيتها كثير يعني صراحة. إذا بقلكم انه مشان شيء ثاني فهو لا، بس مشان السحاب اللي من ورا والديزاين تبعها أكيد، وكمان انه هي كثير كبيرة يعني بتوسع الكتب والدفاتر، فإنه إيه هاي الشنطة كثير حلوة. سو الشنطة الثانية واللي هي لونها المفروض انه أزرق مايل على أزرق، وهون عنا زهري، وحسيت انه هذا شوي كاسر اللون، فهي شغلة حلوة. والشنطة هلا كثير منتشرة، فانا يعني اساسا شو ما حكيت لكم عنها اتوقع انتم اوريدي بتعرفوا، بس انه ايه الشنطة كثير حلوة وكثير مريحة. ويعني شغلة حبيتها اكثر من هاي الشنطة بهاي الشنطة واللي هي انه هاي اصغر، ومثل ما قلت لكم نحن ما عندنا كثير كتب ودفاتر، فانه بحس انه اريح انه تكون الشنطة اصغر، كونه هاي حتكون ححسها كثير فاضية. هلا بعد الشنطة رح نجي للدفاتر. فاول شيء رح نبلش باصغر دفتر واللي هو اكين دفتر واللي هو عشقي بهاي الحياة، النوت بوكس الصغار. سو الدفتر مكتوب عليه اولد تاون وكتير كتير حلو، عليه هيك مثل بنايات وغيوم، وهون في قوس قزح، ويعني ما بعرف بس كتير لذيذ. واساسا كمان الحلو فيه انه هيك بينفتح، وفي هون هاي الرسمة على الورق تبع الدفتر من فوق ومن على الاطراف. فالدفتر كتير حلو كتير كيوت. عنا الدفتر اللي بعده هو هذا الدفتر. هذا الدفتر كتير حلو لانه عليه هيك الوان، في ابيض زهري، هذا شوي مايل على برتقاني واخضر، وكتير حلو مكتوب عليه بالذهبي make your dreams happen، يعني خلي احلامك تتحقق بمعنى، او مثلا اصنع احلامك ممكن نقول. والدفتر كتير حلو والجملة اللي عليه كتير حلوة، ولانه مكتوبة بالذهبي حسيت هيك عاطية تاتش كتير حلو للدفتر. اما بالنسبة للدفتر اللي بعده فهو هذا الدفتر يلي طلعوا قديش لذيذ، يعني الورد اللي عليه وهو هيك ازرق، بس الازرق تبعه كثير حلو، والتفاصيل هون التحديد حوالين الكلمة نوت بوك كثير حلو، كثير حبيت الدفتر. ورقه شوي مايل على اصفر، بس انا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع يعني، بينما الدفاتر الثانية ورقهم ابيض يعني، بس كثير حلو وكثير لذيذ. هلا مثل هذا الدفتر اساسا في واحد ثاني بس على زهري، ونقشة الورد شوي مختلفة واللي هو هذا الدفتر، بس هيك ورده شوي مختلف وكمان عليه نفس التفاصيل وكتير حلو، فهدول الاثنين عن جد بجننوا. الدفتر اللي بعده عنا هذا الدفتر يلي طلعوا ما لزوه هيك، ما بعرف حسيته كتير مختلف وكتير حلو، وما بعرف ليش بس كتير حبيته يعني.
اللي بعده كتير بجنن، طلعوا ما احلى هيك زهريه عليه ذهبي ومكتوب عليه انجوي افري مومنت هيك بالذهبي، ومثل اول دفتر عرضته وكتير حلو مكتوب عليه انجوي افري مومنت يعني استمتع بكل لحظه، وكتير حلو الدفتر. اتوقع هذا المفضل عندي، هذا احلى من هدوليك ولا نفس الشيء ما بعرف، كلهم كتير حلوين. اخر دفتر عنا واللي هو هذا الدفتر اللي كمان بجنن وكمان كتير حلو وكمان كتير بحبه، يعني اساسا لو ما حبيتهم ما كنت جبتهم، بس يعني طلع ما احلى هذا. هذا بذكرني شوي الموديل تبع المثلثات بالشنطه، يعني هيك نفس موديل الشنطه، فانه ايه هذا كمان كتير حلو، كلهم كتير حلوين. كتير فخوره باللي جايبته انا هاي السنه. هلا بعد الدفاتر عندنا هذا الفولدر اللي حسيت لما كنت مفكره انه الشنطه حتكون زهريه حسيت انه رح يطلع كتير حلو وانه رح يكسر اللون مع الشنطه، صارت الشنطة زرقاء، بس نفس الشيء يعني كمان كتير حلو، كان في منه لون زهري ما جبته على اساس انه تكون الشنطة زهرية، بس انه كمان حلو. بعد هيك عندنا هذا الشيء اللي كتير كتير لذيذ يلي على الاغلب ما راح استعمله، واللي هو هذا الستاند يلي عليه ورق ومكتوب عليه رينبو، هو كليب بورد اسم هذا الشيء، بينكتب عليه ملاحظات، احيانا مثلا الاساتذة بيحكوا لنا نكتب شيء سريع فانه ممكن ينكتب عليه، او على الاغلب رح استخدمه بالبيت لانه بالمدرسة ما حيكون الي خلق انا اساسا اكتب على الدفتر لحتى اكتب على هذا الشيء، فانه يعني ايه على الاغلب بالبيت حيكون بالجراد لما بدي سجل شيء او هيك. انا كثير مبسوطة عليه، الي ساعة عم بستنى تجي اللقطة اللي رح احكي فيها عن هذا الشيء لانه كثير حلو. هلا بعد هيك نيجي للمقلمة، المقلمة جبت هاي اللي هيك فرو على الاغلب حنام عليها، كتير حلوة مكتوب عليها أصم وعليها هاي الطابة من على جنب، لكم أحلاها كتير ناعمة وبتجنن، والحلو فيها إنه كبيرة. إذا حضرتوا الفيديو الماضي أنا كنت بدي أجيب شيء كتير صغير، أكلت بهدلة من أختي فأنا جبت هاي، بس إنه عن جد كتير حلوة. هلأ بالنسبة للأغراض اللي رح تنحط جوا المقلمة، أول شيء أكثر شيء أنا حاببته المحايات، المحايات هدول كتير الوانهم كتير حلو، ونحن اساسا ما بنستعمل اشياء رصاص، بس انه طلعوا الالوان وهن تنتين وكتير كبار وما في منهم اي فايده بالنسبه لي، بس انه كتير كتير حلوين. هلا اشياء تانية جبت المحايات، ليه انا جايبه كتير محايات؟ ما علينا. لقيت كمان هاي المحايه اللي طلعوا ما لسه، هي عباره عن هيك كتاب او دفتر او ما اعرف هذا شو، بس انه طلعوا ما احلى. ما اعرف ليش بحس انه هاي المحايات اللي شكلها كتير كيوت ما بتمحي وما لها اي فايده بالحياه. بعد هيك رح ننتقل للأقلام، فعنا هدول الثلاثة ألوانهم كتير حلوة وكتير حبيتهم، وبعد هيك لازم جيب أشياء فزلكة يعني بس لأنهم كتير كيوت وكتير حلوين. جبت هدول الاثنين يلي حتتخوت علي عليهم، بس إنه طلعوا ما أحلاهم. هذا عليه فلامينغو وأنا كتير بحب الفلامينغو بحسه كتير كيوت، طلعوا ما أحلى هيك رجلين الفلامينغو، وعنا هون الرأس والهاي كتير حلو ومن هون بينفتح، هو قلم أزرق. وهذا القلم يلي أختي جبرتني إني جيبه صراحة، بس إنه هو كتير لذيذ عليه هاي الفراشة، ذكرني بالألعاب بالباربي يلي كنت جيبهم وأنا صغيرة، بس إنه طلعوا ما لزوا، وهو هذا كمان أتوقع كمان لونه أزرق، بس إنه إيه هذا والفلامينغو طلعوا ما لزوا. هلا بالنسبة للأقلام يلي رح استعملهم يعني عادي كل يوم وهيك، وإذا ضيعت قلم وهيك، وإذا حدا بده قلم مني من هدول الأقلام ضروري إنه يكون معي منهم دايما، عادة بضيعوا من أول يومين ثلاثة بس إنه يعني لازم نجيبهم. شغلة كتير سبيشال وأنا كتير حستغربة، عندنا هذا الكوريكتر أو طامس ما بعرف شو بتحكوا له، المهم إنه هذا الشيء اللي بينحط فوق القلم الحبر لما تخربطوا بشي، ما بعرف إذا وصلت الفكرة، بس إنه يعني طلعوا قديش شكله غريب. انا متعودة عادة على الكوريكتور يلي بيجي مثلا عادة في ريشة او في مثل هذا يلي انا كنت جايبة منه السنة الماضية، اللي هو فعليا نفس مبدأ هاد، بس هو بيجي هيك بينكبس من فوق ومن تحت بيطلع مثل ورقة بتنحط فوق الكتابة، هذا اريح من الريشة باي ذا واي. هذا نفس المبدأ بس شكله دائري، انه كثير غريب. كمان جبت علبة الهايلايترز هاي اللي حبيته فيها انه مختلفة شوي عن الهايلايترز اللي انا عادة بجيبهم، لانه الالوان هيك باستيل يعني عنا زهري بارد، عنا البنفسجي بارد، الاخضر بارد، والازرق بارد، فجبتهم كتغيير عن الاصفر يلي متعودة عليه. هلأ عنا اسوأ جزء من القرطاسية واللي هو اغراض الهندسة، انا ما بطيق الهندسة، ما بحب اي شيء له علاقة بالهندسة بالرياضيات، فالاغراض زرق. ليش كثير جايبين ازرق؟ ما علينا. كمان زرق علبة الهندسة،
الشيء اللي بعده اللي هو الستيكي نوتس. شكله مثل دفتر بس هو فعليا اذا بتفتحوه بيجي عندكم الستيكي نوتس اللي كثير لذيذين، طلعوا ما احلاهم، شكله كثير لذيذ وعلى الاغلب ما رح استعملهم، وعلى الاغلب اختي رح تسرقهم لانه هي كثير بتحب الستيكي نوتس وانا ما بستعملهم بس كثير حلوين. بعد هيك عنا قنينة المي اللي انا كنت حابه اني اجيب شيء ازاز وجبت شيء ازاز، فجبت هاي المطريه اللي انت شفتوها اساسا بالفلوج وكثير حبيتها، وجبت كمان هدول الالوان لانه نحن بناخذ حصص فن ورسم وهيك. جبت شغلة مختلفة شوي واللي هي هذا الشيء اللي المفروض انه الهدف منه انه تعلقوا الشمتة بحيث انه ما تحطوها على الارض وتتوسخ، يعني هي بتنفتح من على جنب هيك بتكون ملفوفة مثل دائرة، بتنفتح من على جنب بحيث انه بتحطوا هذا الشيء على الدرج مثلا، لنعتبر انه ايدي الدرج من فوق، فبتحطوا هذا الشيء على الدرج وبتعلقوا الشمتة هون، يعني تقريبا شيء مثل هيك. فبهاي الطريقة المفروض انكم انتم ما تحطوا الشنطة على الارض مشان ما تتوسخ، ومشان كمان تلفوا الشنطة على جهتكم لانه عادة بتكون ملفوفة للجهة التانية، فهيك اسهل عليكم انكم تطلعوا الكتب والاغراض وهيك. شغلة تانية جبتها مع هاي الدائرة وجبتها هيك مثل يكونوا طقم مع بعض، واللي هي هاي المراية اللي اذا بتدققوا شوي هن فعليا نفس النقشة بالضبط، يعني هاي المراية كتير 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 حلوة وكتير كيوت، كتير عملية لانه بالحصص يعني هيك نحن البنات شوي بنحب انه بنمضي الوقت. هلا بسبب الوضع الحالي مع الامراض المنتشره اخر فتره اضطريت انه اجيب مثل شنطه او شيء هيك اجمع فيه كل اغراض الوقايه والتعقيم باخر فتره، فجبت هاي الشنطه اللي طلعوا مقلزه هيك عليها مثل شجر او ورق، وجوا حطيت كل المعقمات والماسك والاشياء اللي رح احتاجها. فعنا هذا الماسك اول شيء، بعد هيك عنا هدول المحارم المعطرة، وعنا كمان هذا الهاند سانيتايزر او مثل معقم للايدين، وجبت كمان هذا السانيتايزر بس هو بيجي مثل بخاخ للدرج وحتى لايدي كمان اللي هو عبارة عن كحول يعني للتعقيم وهيك. فانه هدول الاشياء بحطهم بهاي الشنطة اللي هي فيها نسميها شنطة التعقيم والوقاية. وبس هدول كانوا اغراضي للسنة الدراسية 2020-2021، ان شاء الله نطلع من 2020 عايشين. فانه بس ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم وعجبوكم الاغراض ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة لو حابينكم تشوفوا فيديوهاتي الجاي، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اسمي رح تكون على الشاشة. وبس بحبكم كتير 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 كتير، باي.